نحن بشكل عام، نحن بمدارسنا بسوريا كنا معتمدين انه شهادة التاسع هي شهادة المرحلة المتوسطة. نحن عندنا هون المدارس بتركيا مرحلة ابتدائية، متوسطة، مرحلة ثانوية. المرحلة الثانوية هون بتختلف، المرحلة الثانوية عبارة عن 4 سنوات، عكس سوريا تماما، كانت عندنا المرحلة الثانوية 3 سنوات. والشيء اللي بيقرر الدخول على المرحلة الثانوية هو امتحان الليجاسي أو الصف الثامن بشكل عام. طبعا بيعتمد على قسمين. امتحان الصف الثامن مهم كتير لدخول الطالب للمرحلة الثانوية اللي هي مثل ما حكيت لك رح تكون عبارة عن 4 سنين. امتحان الليجاسي أو ما يسمى مثل ما بيقولوا يعني هون كتير السوريين أو بشكل عام نحن أو سواء كعرب بتركيا عم ندرس، كتير بخاف الطالب شو هذا الليجاسي، أنا ما عندي فكرة عنه. لكن في 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 مشكله انه نحن دائما مفكرين انه نحن مجبورين نفوت على هذا الامتحان. لا 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 ابدا، هذا الامتحان ما هو اجباري، حتى معظم الاتراك ومعظم الطلاب ما بتدخل عليه، بيعتمدوا على شيء ثاني هو الخيار الاسهل والاقرب يعني، او ما بيعتمد على بصراحه جهد كثير كبير، بيعتمد على مثل ما اقول نحن الاورطلما معدل السنوات الثلاثه، الصف السادس، السابع، الثامن. يعني معدلك انت بالصف السادس قديش حصلت بنهايه العام الدراسي، معدل الصف السابع الثامن بجمعوهم وبقسموهم على 3. بهاي النقطة الطالب كتير بيستفيد من خلال حل الوظائف، مشاركته، حضوره، سلوكه، يعني المعدل كتير بيساعده بترجيحه أو بدخوله لصف أو لمدرسة كويسة بالمرحلة الثانوية. أما فحص الليجاسي بيختلف تماماً، لأنه الليجاسي بحاجة أنك أنت تحل كتير أسئلة كتير، كل شهر في عندك يعني كتير وقت حتخصصه دراسة كتير. درجة أهميته إذا كان الطالب فعلاً هو ذكي وشاطر وكتير بيعتمد على جهده وعلى ذكائه ودراسته بدها تكون مثل ما بنحكي 100%، لا أنا برجح يفوت أنه على هذا الامتحان. ليش؟ لأنه رح تأهله للدخول بمدرسة كتير ممتازة مشان تأهله للدخول لامتحان الجامعة اللي هو المعيار الأساسي لدخول الجامعة. نحن هون المؤسسة الاستشارات عنا مجانية. أنا مثلاً واحدة من الأهالي عندي ابني صف ثامن، أنا ما عم بعرف ابني بدي يدخل أخلي يا أنسة يقدم ليجاسي، يا أنسة شو أعمل؟ أنا بحيرة، أخلي ابني ما عم يدرس، ابني فينا نحط له برامج نساعده بالدراسة، فيني أنا مثلا ندله على الطريق الصحيح، شو يعتمد طبعا من خلال إني أنا أشوفه شو تحصيله الدراسي، شو معدله السابق بال 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 بالسنوات السابقة كصف سادس كصف سابع، شو الدراسة اللي عم يدرسها مسجل بمعهد دورات تقوية، على شو عم يعتمد؟ فنحن هون بنقدم النصح والدعم. في طلاب مثلا بهاي المرحلة كثير بتمر مرحلة صعبة إنه أنا ما بقى بدي أدرس، كثير عم بستصعب كثير، فنحن بنقدم الدعم والنصيحة لهذا الطالب وللأهل اللي هن بحيرة، أنا ابني يدخل ولا ما يدخل؟ الليجاسي مانو مجبر أبدا الطالب إنه يدخل عليه، بس طبعا إذا كان عنده إمكانيات أنا بفضل إنه حيحصل على مدرسة كثير مستواها عالي.